هي حلوه. الكادو تبع زارا رح نعطيه لفضل. فضل. بس في خبريه كثير بشعه، انه اول ما بلشنا تصوير كنا عم نعمل شغله بالسيتنجز تبع الكاميرا ولغينا الصوت. يعني رح تحضروا الحلقه كلها هلا بلا صوت، رح يكون في عليها فويس اوفر، خبركم تفاصيل شو صار. طبعا بدي اتشكر كل اللي اجوا، اصدقائي وحبايب قلبي. هيدي الغلطه. سوري صوت. هيدي جود بوي. فهيدي الغلطه اللي صارت بالغلط، ما انتبهنا لها، بس الحلقه رائعه جدا. رح اقدر قد ما في خليكم تشوفوا تفاصيل هيدي الحلقه. ثانك يو لحضوركم، ثانك يو للجميع. هيدا هو الكيك. خلاص شو بدكم تقولوا لنا اليوم؟ فوت عليهم فجأة يعني. صار اهضم كلب ومبسوط بعيد. فروم تريبولي، غسان اجى من طرابلس، وهيب من طرابلس كمان. اجى من طرابلس على عيد. في شغله خبرناكم اياها بالفيديو، هي كنت عم كادو تبع زورو رح نعطيه لفضل. فضل. ليكو فضل، ليكو ليكو. بس هيدي لانه انا ما اجاني شيء بعيد من هنا، فانا حاخذ هديه زورو. زورو كادويات زورو رح ياخذهم فضل. بس هو رح، بس وعدتكم انه ما رح ياكلهم كلهم لانه بالليل ما في، بتضيق قبل ما انام. ريتا قمر اشهر من ان تعرف، صديقتي العزيزه. ثانك يو. فاديا وصديقتها كمان فاديا اشهر من ان تعرف، حبيبه قلبي. ثانك يو. عباس يعني بس تقول سوليدير بتقول نمبر 1 ان ليبانون. ما بخبركم مين. على فكره انا عملت له الهير ستايلست تبع زورو. اللوك كان عمله يا عباس. ثانك يو حبيبي. كلمه لجريج. بس انت ما بعرف احكي عربي. انا جريج هو منظم الحفلات، دائما هو بينظم الحفلات، يعني نقل محل، نقل كيك، نقل بالونز، عمل ديكوريشن وزورو اكله. على فكره جريج نايم ساعتين يعني. يعني شوفوا شو بحبه لزورو، بحبه صح ولا لا؟ كينج. ما هيدا زورو، هيدا زورو. هون بلشت حلقتنا، ومثل ما خبرتكم انه ما كان عم يطلع صوت لانه مطفيين الصوت من قلب الكاميرا. كنت عم خبر هون انه اليوم عيد زورو، وعاملين له ايفنت كتير حلو وعازمين كل اصحابه. طبعا الشباب بلشوا تحضير معنا، الخواجة فضل والاستاذ جريج بلشوا تحضير وبلشوا ينفخوا بولين ويحضروا ديكوريشن كرمال البرز. الاستاذ جريج هون بلش نفخ وهو مبسوط وعم يضحك ومكان. الخواجة زورو ما خلى الشباب يعرفوا يشتغلوا، كل ما ننفخ بالون يفقعلن اياه، وضل رايح جاي بيناتهم، فقعلوا نص البولين تقريبا. هون قرر الاستاذ زورو يطلع يشوف شو في بقلب الكرتونة ويشيك على الكيك ويشوف كيف شكله، قد ما هو كلب حشرة. وهلأ صار دور مين ينفخ؟ صار دور الاستاذ فضل ينفخ، لانه هو شو معود على النفخ. وهون بلش يوصلوا المعازيم. توصل صديقتي اول شي فاديا، تخيلوا انه فاديا جاية وجايبة معها كادو. يعني اخر شيء توقعته انه زورو يجي كادو، اوكي بيرثدي وكيك وديكوريشن وميوزك وعالم اتفقنا، بس انه كادو لا لا كتير هيك ما في اهضم منها هالفادية عن جد، هي والكادو تبعه هلا بنشوفه سوا. هون عم تقول هاي للكاميرا، قلت لها انه عم نصور يوتيوب، بتقرر فجأة انها تتصور مع زورو. بيوصل استاذ زورو وبيقعد سيت اب مثل العادي، واز شو بصير؟ بيقرر الاستاذ زورو يطلع على فاديا ويلحوسها ويبوسها، وبتقلب فاديا وبيجويها لابسه قميص بيضا. نحن اتفقنا انه كلنا نكون لابسين ابيض بالعيد، فكلهم اجوا لابسين ابيض فلوا اسود. وصل عباس سوليدير، عباس صاحب صالون سوليدير طبعا اشهر من ان يعرف، صديقي كمان عنده كلاب وبيحب الكلاب كتير وكتير بيحب زورو. شرفنا على الحفلة، وهون كان عم يخبرنا شوي عن زورو، قديش ذكي وقديش مهضوم وقديش العالم بتحبه. طبعا زورو بدي يتحش حاله عطول بأي مطرح. هون جريج بلش يجهز، صارت الديكوريشن على آخرها عم تخلص، بس زورو بعده حايس انه يفقع البوالين كلها سوا. وهلأ اجا دور زورو يبلش يلعب. مين بده يلعبه؟ عباس وفضل. ويلا لحقوا على ركض. بلش زورو من ميلي لميلي، من عند عباس لعند فضل، من عند عباس لعند فضل،
لحتى هلكن. أكتر شيء هلكوا لفضل، أشدوا الطابة وصار فضل يركض ورا وزورو هربان، فضل يركض وزورو هربان. وهون بتوصل ست الحسن مين؟ ريتا. وصلت ريتا على السهرة. ريتا هيدي اللي شايفينها المهضومة، عندها أولاد، ابنها عمره 17 سنة ما شاء الله عنا، هي زومبا انستراكتر وفتنس وبتعقد، وكتير أصحاب أنا وياها. اجت كمان لانه بتحبه لزورو كتير كتير، وكمان عندها كلبة اسمها تشيلبي بيتبول. هون عم تسلم على فضل، تخيلوا انه قولها 4 سنين بتعرفوا لفضل على السوشيال ميديا بس ما شايفته. سلمت على الكل، وطبعا قربت ريتا لتسلم على الكل. هون كانت عم تسلم على فاديا وعلى كوزينتا، وسلمت على الخواجة اسحاق. بعدين كنت عم عرف هون فاديا وريتا على بعضهم. ريتا بتحب كتير السهر، وفاديا بتشتغل بمجال السهر بي ار كتير قوية. فقلت لها لريتا هون انت ما بتحب السهر ابدا، فهون صاروا يضحكوا. فجأة بيوصلوا الليديز، وصلوا الصبايا، وصلوا الصبايا كلهم سوا محبين زورو واصدقائي. طبعا كل حدا بتشوفوه بالحفلة بحب زورو. هيدا الخواجة جو. جو عامل غنية جديدة، قلت له بدنا نحط لك اياها هلا بعيد زورو. هون الكاميرامان راح لوحده لعند الصبايا، تركنا وراح. بس شو كانوا عم يحكوا؟ الله وعليم، بس مبين انه عم بيغزلهم ومستحيين. هون بلشنا تصوير نحنا وصاحب العيد. هون كنا عم نتصور انا وفاديا، بعدين رجعت اخذت سيلفي فاديا. يا فاديا احلى عالم. وهلا مين وصل؟ وصلت كريستال. كريستال بس توصل على مطرح بدها تكون هي سنتر اوف اتنشن، ممنوع الغلط يعني. ام السوس سلمت على الكل، سلمت علي. بعدين بيجي الخواجة سورو. سورو بيكون حبيبة لكريستال، كمان صديقة من 5 سنين. هون كنت عم عرف عليه انه هو الامسي تبع سهرات السلسة والباتشاتا بلبنان، وهلأ صار عم يعمل سهرات برات لبنان انترناشنال. هون بعده الكاميرامان لاحق شو؟ الصبايا. واما يروح الصبايا بيلحقون لك صورنا لقلنا نحن اصحاب العيد. لا بيصور الصبايا، ما بيأثر، الصبايا حلوين ومهضومين وبيستاهلوا. هون الامسي بلش يخبرنا عن زورو، مغامرات زورو، والعالم كيف تسأل عن زورو، والعالم شو بتقول عن زورو. بلشنا تصوير، كمان كملنا تصوير هون انا وجو. كنا عم نصور انا والكل، كل واحد بدوره عم ناخد صور مع صاحب العيد. هون مع كريستال وسورو وزورو، سورو وزورو، زورو وسورو، مش هيك؟ وبعدين خلصنا تصوير نحن وزورو، اختتمناها مع عباس سوليدير. كمان عباس عنده كلبين كتير مهضومين. هون وصل كمان سهيب صديقي، تخيلوا اجا من طرابلس على عيد زورو. يعني قديش هالصديق حبوب وآدمي. هون انا وسهيب جينا عم نتساءل على فضل، قلنا له انه على عيدك يا فضل ما اجا هالقد عالم، وهيدا الكادو تبع زورو رح نعطيه لفضل، لانه كمان فضل ما جيبوله كادو عيده. وهلأ خلصت الديكوريشن، بلشنا نجهز لأجواء العيد. ايه ايه يلا يلا خلوا الصبايا بالوجه هون، ونحن هيك هون. يلا لا لا انت خليك معنا هون. لا انا اوعى. لا لا اعطيها لريتا، خليك معنا. بس واحد واحد في الجنب، واحد في الصف. هلا يا حلو يا حلو يا حلو. Hello, yalla, el kayt nassilo.
يلا هون 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 1 2 3 يلا هابي بيرثدي يا حلو يلا الك بوي يلا يلا بوي هاي سوري بوي يلا بوي مبسوطين بعيد زورو؟ عيد زورو يا طارق عيد زورو بنتها فادية يعني تخيل ولا اهضم من هيك تحية انت لو سمحتي شو هي بنت لفادية؟ ايوه زورو ايه بنت لوتريت واو يلا خمسة وربع جاي فينت اي متى العيد؟ ثلاثة جاي على وقت دبي انت هي ماشي مع دبي مش ماشي مع لبنان فالروحة حياتي يعني اول شيء بنقول لها مرحبا بالفرح مرحبا جاي من طرابلس جاي من طرابلس بس مهم انه اجت فرجينا الاجواء بالليل كيف صارت تفضلي 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 هيدي الاجواء الليلية ريتا تحية لريتا عم توصلنا الكيك دور الساوند على وصله يا يا وصله طيب هلا بوصل هقلك قد ايه كل شيء انا عن جد لا صوره كيف كانت الاجواء تبع العيد انسى انه ما طلع انسى انه ما طلع الصوت بس انه كيف كان العيد ان جد هلا اول شيء ما ضروري الصوت يطلع مهم المضمون حلو عيد بي اي بي مثل العاده لانه زورو بي اي بي كل ما حدا بيسال عن طه اول شيء بيسالوا كيفه الكلب وينه الكلب اشهر كلب على تيك توك اشهر من ان يعرف اشهر من ما انه يعرف هيدا هيدا زورو يا طه هيدا زورو يا طه هيدا زورو اوكي انا ما في اخبركم قد ايه العيد كان حلو ومهضوم واهم شيء انه زورو كان كتير كتير مبسوط مع بالمين